السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتكلم مع بعض على ضوابط كتابة المشاريع البحثية للطلبة. ازاي تكتب المشروع البحثي بتاعك عشان ما تروحش السنتر وتدفع فلوس بكمية كبيرة وانت في غنى عن هذا. يعني انت لازم تتعلم. في مثل صيني كده بيقول لا تعطيني سمكة ولكن علمني اصطاد، او علمني اصطاد ولا تعطيني سمكة، لان انت لو اديتني سمكة انا هاكلها النهارده، بقيت الايام هاكل ايه؟ لكن لو انت علمتني اصطاد يبقى انا هصطاد ليا النهارده وبكره والمليون سنه قدام. فتعلموا يا جماعه، انتوا جيل التعليم الالكتروني فلازم تتعلموا اي حاجه. لو دخلت على كتير من اليوتيوب شانلز هتلاقوا في حاجات كتير تقدروا تتعلموا منها فري، ازاي تكتب على الوورد، ازاي تعمل باوربوينت او بريزنتيشن. فانت لازم تتعلم، ما تتعودش ان انت تاخد الحاجه بسهوله. هدفع انا 600 جنيه او 700 جنيه او 1000 جنيه وتطلع لي شويه ابحاث وابقى مريح دماغي. ما ينفعش. انت دلوقتي هتدفع عشان معاك فلوس، ممكن يجي عليك لحظه تبقى انت محتاج المعلومه دي وما معاكش فلوس ان انت تدفع عشان تحصل على المعلومه دي. يعني ده الهدف من الفيديو، ان احنا نساعد الطلبة ازاي يقدروا يعملوا البيزكس او الحاجات الاساسية في كتابة المشروع البحثي الخاص بيه. تمام؟ الضوابط دي نازلة تبع جامعة المنصورة. انا صراحة ما اعرفش هي موحدة على جميع الجامعات، يعني القاهرة وعين شمس واسكندرية ولا لا، فانا هتكلم تحديدا على طلاب جامعة المنصورة. تمام؟ في حوالي 12 ضابط اهوت، بس انا حابه هبدا من الاول. الضابط رقم ايه؟ 6، اللي هو الهوامش. بيقول لي هنا الهوامش لازم تكون 2.5 سنتي من كل جانب. الهامش ده يا جماعه فائدته ايه؟ دي مسافه احنا بنسيبها على يمين الصفحه وشمالها ومن فوق وتحت، عشان لو انا عايز البيبر بتاعتي دي اطبعها وعايز اجلدها او اكعبها يبقى في عندي مكان للتكعيب. لكن لو انا ما سبتش الهامش ده هاجي اما اتعب التكعيب هيغطي على الكلام وهياكل من الكلام. فده فايده الهامش باختصار يعني. طيب الهامش ده هنعمله ازاي؟ هنفتح مع بعض دلوقتي ملف وورد عادي اهوت من علامه الويندوز. هنضغط على الوورد. انا الويندوز بتاعي ده 2016. لو مفيش ناس عندها برنامج الاوفيس على الاجهزه بتاعتهم هسيب لكم في صندوق الوصف رابط تحميل للاوفيس. تمام؟ طيب هختار صفحه فاضيه بلانك دوكيومنت، يعني صفحه فارغه فتحت معايا قدامكم اهي صفحه وورد. انا عايزه اصمم الاول المرجن اللي هي الهوامش. بتيجي منين؟ في قائمه هنا اسمها لاي اوت، هتلاقوها في العربي اعتقد يعني اسمها تصميم. تمام؟ هنضغط عليها هتلاقي اول تابوت فيها لو ميرجنز او الهوامش. هضغط على كلمة الهوامش دي وابدأ اختار منها الهامش اللي هو بيقول لي 2.5 سنتي في كل جانب. كل جانب يقصد بيه اعلى الصفحة واسفل الصفحة ويمين الصفحة وشمال الصفحة. فهنا بيقول لي التوب 1 سنتي والبوتوم برضو 1 والليفت 2.5 والرايت 2.5. يبقى ده مش هينفعني. هنا واحد كل واحد، هنا كل نص، هنا وهكذا. طيب ده مش هينفعني، اجي اعمل ايه؟ اجي على كلمة custom version يعني تخصيص هامش. ده انا هعمله بايدي. تمام؟ فكلنا هنضغط عليه، اقف عليه كده عادي واضغط كليك دبل كليك. هيطلع معايا التبويب اللي قدامي ده اللي هو بيدج سيت اب. هنا بيقول لي الميرجن بتاعك اهيت، عايز ايه؟ التوب انا عايزه 2.5، يبقى هاجي اغير كده اكتب 2.5. تمام؟ خلاص. او ممكن تختار من السهم ده، شايف السهم اللي فوق بيزود بس هو ابطا شويه، فانا بحب ان انا نكتب من الوورد على طول من الكيبورد عفوا. تمام؟ هنا برضو نفس الحكايه تبقى 2.5. اوكي 2.5 والرايت 2.5. يبقى كده انا ظبطت الهوامش بتاعتي. لسه بس حتة ان انا اقول ايه؟ اوكي خلاص الصفحة بتاعتي كده انا ظبطت الهوامش بتاعتها. لو خدت بالكو ان السهم اتحرك لجوه شوية وساب لي مسافة ايه؟ الهامش. طيب نيجي نشوف تاني ضابط معايا. يبقى احنا كده خلصنا من رقم 6 اللي هي الهوامش. تاني ضابط بقى انا مش همشي بالترتيب، اللي هو نوع الخط.
لان انا هكتب، انا ظبطت الصفحه، هنكتب بقى نوع الخط بتاعي بيسموه ايه، تايمز نيو رومان. نيجي نشوف هنختار الخط منين. نيجي كده لازم نقف على صفحه هوم او الصفحه الرئيسيه، هتلاقي عندك التبويب ده. التبويب ده خاص بالكتابه، هنا بتختار الفونت اللي هو شكل الخط بتاعك. تمام، يبقى نضغط على السهم المنسدل ده بكليكه واحده وابدا انزل هنا اختار. هو ده التايمز نيو رومان اهوت موجود قدام عشان انا دايما بستخدمه. لو انت ما لقيتوش عندك قدام، الفونتات هنا مترتبه ترتيب الفابيتك يعني ترتيب ابجدي. ابدا انزل بالسهم بتاعي كده لتحت وادور. دلوقتي انا حرف السي، طيب تايم نيو رومان يعني حرف التي هيبقى تحت شويه، انزل شويه كتير. تمام، وصلنا للام، لسه برضو شويه. اوكي ده اس، اهو وصلنا عند حرف التي، شايف تايمز نيو رومان. يبقى انا هختار اضغط كليك عليه. شايفين هنا التبويب بقى مكتوب ايه، تايمز نيو رومان، يعني انت دلوقتي بتكتب بخط او بفونت اللي هو تايمز نيو رومان. تمام تمام طيب تاني ضابط معايا اللي هو ايه، احنا خلصنا الهوامش وخلصت نوع الخط. تاني ضابط حجم الخط، بس حجم الخط هنا ادالك معيارين او ضابطين. اول ضابط لو بيقولك هتكتب عنوان، يبقى العنوان ده مقاس الخط اللي هتكتب بيه 16 ويكون تقيل. يعني ايه تقيل؟ يعني بولد، يعني هتلاقيه غليظ كده، هنشوفه دلوقتي. لكن لو انت بتكتب نص عادي بقى تحت، هتكتب ايه، بفونت مقاس 14. تمام، طيب نيجي نجرب كده صفحة الوورد بتاعتنا هي. انا بس هغير اتجاه الصفحة، لان شايفين كده هنا دلوقتي السهم واقف فين، على الشمال. طبعا البحث اغلبنا هيكتبوه بالعربي، وممكن ليكوا حرية الاختيار تكتبوه بالانجليش عادي، هو ما حددش اللغة عربي او انجليش اللي انت عايزه. لو انت ثقافتك او اللغة عندك كويسة، اوكي اكتبه بالانجليش مفيش اي مشكلة. تمام، هنيجي بس هنا لو انا عايزة اغير اتجاه الصفحة، اجي اقف على السهمين اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ده اللي انا واقف عليه بيقول لي ايه، رايت تو ليفت، يعني هكتب من اليمين الى الشمال. طيب اللي هو متحدد بصوا بيطلع ايه، ليفت تو رايت، يعني هتكتب من الشمال لليمين. عشان كده السهم او المؤشر اللي انت شايفه عمال يروح ويجي ده موجود من ناحيه الشمال، فاحنا هنغير الاتجاه بس كده بالظبط. تمام، هنكتب اي كلام بقى دلوقتي. هاجي عشان نظبط الحجم الخط ده، احنا اخترنا الفونت تايمز نيو رومان من جنبها كده بالظبط. هختار ايه، اضغط على السهم المنسدل ده عشان يفتح لي القايمه اللي هختار منها مقاس الخط بتاعي. هو قال لي العنوان 16، يبقى انا هضغط كده 16 عشان انا عايزه اكتب عنوان. وثقيل يعني كلمه بولد، يعني حرف البي دي بولد، يبقى اضغط عليه. بصوا بقى هكتب مثلا طريقه كتابه البحث العلمي لجامعة المنصورة. تمام، يبقى شايفين الخط عندي بقى لونه دارك او بولد. طيب انا عايزة هو كده هنا على اليمين. تمام، ده العنوان، عايزة اكتب طيب حاجة تحت العنوان بقى. هو قال لي العنوان مقاس 16 وبولد، اللي هو الكلام العادي اللي تحت العنوان مش هيبقى بولد، هشيل البولد بقى التظليل بتاعها وهختار مقاس 14. مثلا يتم الكتابة على ملف الوورد بحجم 16 للعناوين وحجم 14 للنص، ويتم تنسيق الملف بالشكل والضوابط المطلوبة والمدرجة تبعا لكل كلية. انا بكتب بس جملة معاكم عشان النقطة اللي بعد كده عايزين هنتكلم عنها. طيب نيجي نشوف اللي بعد كده، اللي بعد كده عفوا ايه، اللي هو إيه؟ احنا قلنا الهوامش وقلنا نوع الخط وحجم الخط، اللي هي كلمة المسافة بين السطور. بيقول لي لازم المسافة ما بين السطر والتاني يكون 1.5 سنتي. تمام، نيجي نشوف بقى نعملها ازاي. ها شايف المسافة دي، الكلام ده يعني عايز الخط ده هو او السطر الاولاني
يكون ما بينه وما بين السطر اللي تحته 1.5 سنتي. في طريقة سهلة قوي ان انا اجي اعمل سيلكت او تحديد، تمام، احدد الباراجراف بتاعي واضغط رايت كليك، تمام. بعد ما اضغط رايت كليك هيطلع لي كلمة ايه، قائمة زي ما انت شايفها، تختار منها باراجراف، تمام. باراجراف دي هضغط على باراجراف هيطلع لي التبويب او القائمة اللي قدامك دي، هاجي اختار من كلمة، تمام، هنختار من اللاين سبيسنج اللي هي المسافة ما بين السطور، لاين يعني خط وسبيسنج اللي هي مسافة، يعني مسافة بين السطور. هنا كاتب مالتبل مش هنختارها، هنختار هنا اضغط على السهم واختار ايه، هنا كاتب لي سنجل يعني فردي، هنا ايه و 1.5 لاينز يعني 1.5 ايه لاينز، المسافة ما بين السطور هتبقى 1.5، هي دي المطلوبة معانا، تمام. وبعد كده ارجع اقول ايه، اوكي. لازم اي حاجة انا بختارها اعمل ايه، اوكي. شايفين الكلام بعد ازاي؟ الغلاف دي صفحة موحدة لكل الطلبة خاصة بكل جامعة، وطبعا جامعة المنصورة نزلت صفحة الغلاف، وده هيبقى الفيديو القادم باذن الله اوريكم ازاي تصمم صفحة الغلاف. احنا كده خلصنا اول 6 نقاط. النقطة رقم 7، صيغة الارسال لازم تكون بصيغة البي دي اف، وده لكل مادة، يعني كل مادة انت هتعملها بنظام البي دي اف. طيب البي دي اف ده هيبقى ازاي؟ هناخده برضو فيديو ان شاء الله مع بعض، ازاي احول ملف وورد البي دي اف، وازاي اتجنب الاخطاء، لان احيانا اكتب ملف وورد واجي احول لبي دي اف بيظهر الكلام ملخبط خالص وبيبقى مش مظبوط وبيبقى ملف خاطئ. هما بيقولك ايه، لازم كل المواد هتحملها في نفس الوقت. فانت دلوقتي هاجي افتح ملف وورد واظبط التنسيقات بتاعته زي ما احنا ظبطناها كده واحفظه على الجهاز زي ده مثلا، نجرب بقى حفظه. طيب انا عشان اجي احفظه اعمل ايه، كلمة فايل كده اختار سيف اس، تمام، واختار المكان اللي انا عايز احفظه، تمام. هختار من هنا براوز، هو طبعا ده ممكن تلاقوه مختلف لان الاوفيس عندي او الويندوز عفوا 2016، انا هحفظه على الديسكتوب بس عشان احنا كلنا نبقى عارفينه، بس ما انصحش اي حد يحفظ اي حاجة على الديسكتوب لان لا قدر الله ممكن الجهاز بتاعك الويندوز يوقع مرة واحدة، فاي حاجة محفوظة على السي اللي هي نسخة البارتيشن اللي بيبقى عليه الويندوز وعلى الديسكتوب بتضيع للأسف، فانت لازم تحفظه على اي بارتيشن جوه عندك، بس انا هحفظه على الديسكتوب دلوقتي لتسريع العملية. طيب انا هحفظه، اخترت الديسكتوب، هكتب هنا مثلا الفايل بتاعي اسمه وليكن مثلا مادة الإحصاء، خلاص، واعمل اوكي سيف، تمام. هو دلوقتي اتحفظ، هو لسه طبعا مفتوح معايا عشان انا عملت ايه سيف از. بصوا كده معايا فين الفايل اهو، مادة الإحصاء. انا لسه ما كتبتش فيه حاجة، صممته. ممكن بقى اعمل ايه، كوبي، اضغط عليه كده احدده، تمام، هو متحدد معايا، واعمل من الكيبورد كنترول سي او رايت كليك، ها رايت كليك عليه، ونعمل ايه على كوبي، نضغط على كلمة كوبي، تمام. واجي اعمل ايه حفظ تاني، رايت كليك على سطح المكتب برضو، اعمل ايه بيست لصق، فبقى عندي كام فايل، 2. هاجي اقوم عامل ده رايت كليك واختار رينيم واسميه مثلا مادة ايه الحشرات، تمام، وهكذا. انا لسه عامله معايا الحفظ الكوبي، اعمل رايت كليك بيست، رايت كليك بيست، رايت كليك بيست، 1 2 3 4 5، واحنا عندنا 6 مواد، يبقى رايت كليك بيست مره كمان، يبقى دي الاحصاء، حشرات، فيزياء، انجليش، بقيه المواد بتاعتك كلها، هتعمل 6 ملفات، كل ماده كل ملف متسمي بالمادة بتاعتك، وكده كل ملف متظبط بالهوامش وبالتنسيقات وكل حاجة. هاجي بقى ادخل جوه اكتب البحث بتاعي بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عنها يا شباب. الموضوع سهل جدا ومش محتاج يعني ان انت تروح لسنتر وتكلف نفسك بمبالغ يعني مبالغ كتيرة، وانت محتاج الفلوس دي، تمام، انت تقدر تعمل حاجتك كلها بنفسك، جهز ملفاتك كلها بتاع كل مادة في نفس الوقت عشان انت هترفعها كلها في نفس الوقت، مش هتيجي، مش هيبقى مسموح ليك ان انا ارفع مادة احصاء دلوقتي
وبكره ارفع حشرات وبعده ارفع فيزياء، لا كله هيترفع في نفس الوقت. فانت تعمل الابحاث كلها لجميع المواد بتاعتك وتحولها البي دي اف وترفعها كلها في نفس الوقت. شكرا على حسن الاستماع، واراكم المرة الجاية في الفيديو الخاص بتصميم كفر البحث.